بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وتمنياته لهذه القمة بالتوفيق والنجاح. ويطيب لنا أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة على ما لقيناه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد أولت المملكة العربية السعودية خلال رئاستها للدورة الثانية والثلاثون اهتماما بالغا بالقضايا العربية وتطوير العمل العربي المشترك، وحرصت على بلورة مواقف مشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث استضافت المملكة القمة العربية والإسلامية المشتركة الغير عادية لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وصدر عنها قرار جماعي تضمن إدانة هذا العدوان ورفض تبريره تحت أي ذريعة. وتشكلت إثر ذلك القمة لجنة عربية إسلامية مشتركة من وزراء الخارجية لبدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء لوقف الحرب على غزة. وقد أطلقت المملكة حملة شعبية لمساعدة الأشقاء في فلسطين تجاوز 700 مليون ريال سعودي، وسيرت جسور جوية وبحرية لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة، وواصلت دعمها لجهود المنظمات الدولية في ظل الأوضاع المأساوية التي يشهدها القطاع. وفي هذا الصدد نؤكد ضرورة مواصلة العمل المشترك لمواجهة العدوان الغاشم على الأشقاء في فلسطين، وقيام المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه الوقف الفوري للعدوان قوات الاحتلال وإيصال المساعدات الإنسانية، وضرورة العمل لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية مبني على القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وترحب المملكة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024 قرار يتضمن أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتدعو مزيد من الدول للمضي قدما بالاعتراف الثنائي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة، وتدعو إلى حل جميع النزاعات بالطرق السلمية. ومن هذا المنطلق تتواصل المملكة العربية السعودية تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي للأشقاء في اليمن، ورعاية الحوار بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة. وقد استضافت المملكة محادثات جدة بين طرفي الأزمة في السودان من أجل تثبيت الهدنة والتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة، بما يحفظ للسودان الشقيق سيادته ووحدته، ويمكنه من استعادة أمنه واستقرارته ومسيرته لمستقبل أفضل بإذن الله. وتؤكد المملكة أهمية المحافظة على أمن منطقة البحر الأحمر، وأن حرية الملاحة فيه تعد مطلبا دوليا يتعلق بمصالح العالم أجمع. وندعو إلى ضرورة توقف عن أي نشاط تؤثر على أمن وسلامة الملاحة البحرية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، نحن على ثقة بما تشهده المنطقة العربية من تحديات سياسية وأمنية لن يحول دون استمرار جهودنا المشتركة لمواجهة هذه التحديات والمضي قدما لمواصلة مسير التطور والتنمية المستدامة بما يعود بالرخاء والازدهار لدولنا العربية ويحقق آمالها وتطلعاتها. وفي الختام يسرنا تهنئة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمسؤولية توليه رئاسة الدورة 33 للقمة العربية، سائلي المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه في أداء هذه المهمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.